السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 2/7/2021، خطبة الشيخ سالم بن سعد طويل حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والاستقامة على أمر الله ورسوله، والتوبة النصوح، والإنابة إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. عباد الله، إن أعظم ما يقدم العبد بين يديه لربه تبارك وتعالى أن يعبده مخلصا له الدين، أن يكون موحدا لله جل وعلا. فمن أجل توحيد الله جل وعلا أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، بل من أجل توحيد الله جل وعلا خلق الله جل وعلا الجنة والنار. من أجل توحيد الله عز وجل تقوم القيامة وتحق الحاقة وتقع الواقعة. من أجل توحيد الله جل وعلا خلق الله جل وعلا الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أن تكون موحدا لله جل وعلا هذا هو الفوز العظيم، لأنك لن تدخل الجنة إلا بتوحيد الله، ولن تنجو من النار إلا بتوحيد الله، لن تدخل الجنة إلا بالتوحيد، ولن تنجو من النار إلا بالتوحيد. توحيد الله جل وعلا هو تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، بحيث لا تعبد إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما من رسول بعثه الله جل وعلا إلا قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، معناها لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الصالحين ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر. الله جل وعلا الإله المعبود بحق وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس، على رغم كثرة منافعها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كيف تعيش في هذه الدنيا لتكون حياتك ومماتك كله لله عز وجل؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بحيث لا تتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا تستعين إلا بالله جل وعلا وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك لا تستغيث إلا بالله وحده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
ولا تدعو إلا الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن تخلص الدعاء لله. قال جل وعلا: بل الله فادعوا، بل الله فاعبد، وكن من الشاكرين، مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وهكذا: لا تحلف إلا بالله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح ذبيحة تبتغي بها التقرب للمذبوح له إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي أي وذبيحتي. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا توكلت فتوكل على الله وحده إن كنت مؤمنا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل اعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله جل وعلا بجلب ما ينفع ودفع ما يضر، لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. توحيد الله عز وجل أمره عظيم وشأنه كبير، لو لم يحقق أحد من هذه الدنيا في حياته إلا التوحيد لفاز فوزا عظيما، ولو قصر بأمور أخرى، لكنه يلقى الله عز وجل على التوحيد. لكن لو أشرك بالله جل وعلا حبط عمله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وأنت الرسول، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي إخوانك المرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، أي كونوا في جانب، والمبيقات المهلكات في جانب آخر، اجتنبوها. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله أعظم ما عصي الله عز وجل به من الذنوب، الشرك بالله جل وعلا. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك وتجعل له ندا شريكا، هذا أعظم ذنب. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قتل الولد أهون من الشرك بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك أشد من السرقات والفواحش والمنكرات والجرائم، الشرك بالله عز وجل. لا تشرك بالله جل وعلا. بعض الناس قد يمرض، قد يبتلى، قد يصرع، فيذهب يمينا وشمالا، يسافر ويشد الرحال ليبحث عن علاج عند المشعوذين، ليذبح ذبيحة لغير الله، ليعلق التمائم، ليستعين بالجن والإنس، وهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. لا تستعن إلا بالله، ولا تدعو إلا الله عز وجل. مريض، قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. لك حاجة، مضطر، قال جل وعلا: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لك حاجة، لك حاجة، الله جل وعلا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه. إذا سألت فاسأل الله، بيده ملكوت السماوات والأرض، يشفيك ويعافيك ويعطيك ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا الإله الحق وحده لا شريك له، فلا تعبد إلا الله تبارك وتعالى. وطن نفسك على أن تكون موحدا لله عز وجل، متعلقا بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كثر الشرك من حيث نشعر ولا نشعر، أصبح على وسائل الإعلام والإلكترونيات والألعاب، ألعاب التسلية والأطفال، التعلق بغير الله عز وجل له صور وله أوقات وله 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 أنماط وله مجالات كثيرة جدا، حتى أصبح التوحيد نادرا إلا من وفقه الله عز وجل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم وأمم الشرك، ما أنتم وأمم الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جنب ظهر الثور الأسود، ثور أسود فيه شعرة واحدة بيضاء.
نسبة الموحدين إلى المشركين كنسبة تلك الشعرة الواحدة إلى سائر شعر ظهر الثور الأسود. لذلك نقول أيها الأخوة الكرام، لو نظرنا إلى حال المسلمين فضلا عن الكفار لوجدنا أكثر الناس بالله مشركون، يشركون بالله ويتفننون بذلك. فأنت يا عبد الله إن وفقك الله للتوحيد فنمه في قلبك وعظم توحيد الله عز وجل، فإن المشرك ينقبض قلبه من توحيد الله. قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما التوحيد فهو يشرح صدر المسلم. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما أن يصيب المسلم هم ولا غم فيقول الله الله ربي لا أشرك به أحدا إلا فرج الله همه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يفرج الله عز وجل عنه ما في صدره من الهموم والغموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، يحتاج المسلم أن يذكر بالتوحيد بين الحين والآخر، بل لا يجوز له أن ينسى التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يصبح حتى يمسي، منذ أن عاش حتى توفاه الله عز وجل، وهو يذكر التوحيد ويذكر به ويدعو إليه. التوحيد من أذكار الصباح والمساء، التوحيد من أذكار الصلوات، التوحيد في الأذان والإقامة، التوحيد على الصفا والمروة، التوحيد يوم عرفة، التوحيد عند الهم والغم، وأذكار الصباح والمساء والهموم والغموم كلها تشتمل على لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن توحيد الله عز وجل هو أهم ما خلق، بل هو الذي خلقك الله عز وجل من أجله. تذكر التوحيد وذكر به. قال جل وعلا: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ماذا قال بعدها؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى هذا إن أولى وأعظم ما يجب التذكير به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر هذا. قال جل وعلا: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق كما يريد الأسياد من عبيدهم. لا، لا تتوهم ذلك. الله بحاجة إليك ولا إلى توحيدك ولا إلى إيمانك ولا صلاتك. لا، الله هو الغني جل وعلا عن العالمين. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.